السلام عليكم جميعا. اليوم ان شاء الله رح نحكي عن الكارديو فاسكولار سيستم. طبعا احنا بالابيسود الاولى غطينا الجنرال بارت من الريفيو اوف سيستمز، واليوم ان شاء الله بالابيسود نمبر 2 رح نغطي على خير الكارديو فاسكولار سيستم. طبعا الكارديو فاسكولار سيستم ات اوفرلابس بالسيمتومز والساينز احيانا مع الريسبيراتوري سيستم، فلذلك ان شاء الله يعني هو لا يتسع الوقت لان نناقش كل الباثوفيسيولوجيز تبعت كل الديزيزز، بس ان شاء الله رح نحاول تو ديفرنشيت ذا موست امبورتنت ثينجز بين السيستمين، وان شاء الله انه احنا نحاول نغطي اهم الاشياء اللي ممكن انتم تفرقوا بيناتهم فيها خلال الفيديو. فان شاء الله رح نبلش هلا بهدول السيمتومز. اول سيمتوم اللي هي التشست بين، وجع بالصدر. اول سؤال بتساله للمريض بالكارديوفاسكولار سيستم، في عندك وجع بالصدر؟ اذا حكى لك اه بتحكي له كيف طبيعته، فبحكي لك ممكن انه مثلا اشي بيمزع او مثلا اشي ضاغط على صدري. هلا احنا اكثر شيء بيهمنا بالتشست بين بصراحه اتس ون اوف ذا موست كومن بريزنتيشنز في ER الباطني، يعني دائما 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 الا ما يكون في 2 3 4 يمكن اكثر من هيك بيكونوا كلهم عندهم تشست بين، وانت مهمتك في ER الباطني انك انت تميز اي نوع من انواع التشست بين المريض عم بوصف. اهم اشي واخطر اشي بهمنا هو اللي بسموه الوجع اللي بيكون compressing او مثلا البلاطة على صدري او حاس انه في اشي ضاغط على صدري، هذا اللي احنا بنخاف منه، وبنخاف لما يحكي لنا المريض انه والله بيجي على بيجي مثلا على رقبتي او بنزل على ايدي على كتافي بنزل على ايدي، وبيكون هذا الوجع جاي برا اكسرسايز او ورا مثلا strong emotional stress، او مثلا المريض كاين طالع تعبان طالع مثلا ارتفاع شارع مثلا طالع لفوق والمريض تعبان على اثره وجاي هذا التشست بين. غالبا هذا التشست بين اللي مش اللي بحط المريض ايده على صدره الشمال وبحكي لك ضغط على صدري، هاي مهم كتير يكون عندك high index of suspicion لما يكادر infarction وتشوف اذا في other symptoms، بس لازم يكون عندك دائما high index of suspicion لما يكادر infarction، وتعمل غالبا بنعمل للمريض يعني ECG على طول في الطوارئ. فالتشست بين اللي احنا بنحكي عنه الكاردياك غالبا بيكون اللي هو البريسنج تشست بين اللي بيكون على الليفت سايد. هلا في شيء اسمه اتيبيكال بريزنتيشن غالبا بالفيميلز بيجي اللي هو احيانا بيكون رايت سايدد، بيكون مثلا عندك رايت كورونري ارتري اوكلوجن وعمل لي مثلا مايكوردال انفاركشن بس جاي على الرايت، فكمان حتى لو انه على الرايت لا تستثنوا وجود المايكوردال انفاركشن لانه احيانا ممكن يجي حد الناس باتيبيكال بريزنتيشن لما يكادر انفاركشن، مهم تاخذ السيمتومز الثانيه بعين الاعتبار. فلذلك don't rule out just because the site isn't as you have learned in the textbook. تمام. فهلا هذا الشيء المهم بالنسبه لنا التشست بين اللي غالبا بيكون بلاطه على الصدر، بيكون شيء ضاغط مثلا، في احيانا بيكون تشست بين بس بيحكي لك المريض تحكي للمريض وينه بيأشر لك باصبعه، هذا غالبا البين بوينتد البين بوينت تشست بين غالبا بيكون ماسكولوسكيليتال ان اوريجن. التشست بين اللي بيكون مثلا احيانا ريتروسترنال او بيزيد مع الانسبيريشن هذا غالبا بيكون ريسبيراتوري ان اوريجن، مثلا مع الكف بيزيد او مع الانسبيريشن بحس المريض انه اشي مثلا شارب تشست بين، ذس از موست لايكلي بيكون ريسبيراتوري اذر ذان كاردياك ان نيتشر. فإذا كان chest pain مهم نشوف إذا بيزيد مع it increases with exercise it increases with يعني exertion، هذول اللي بيهمونا بالchest pain اللي هو cardiac in origin. أحيانا بيكون المريض حاس بtightness بيسموها الanger anima يعني زي impending death غالبا، يعني هذه الأشياء ممكن يحس فيها المريض مع chest pain. هاي الأشياء اللي كنت حابة أحكيها عن chest pain. هلا خلينا ننتقل للدسنيا on exertion لأنه في دسنيا تانية بتصير مع المريض يعني أحيانا بيكون respiratory in origin. فالدسنيا on exertion هي لما المريض يحس حاله breathless لما يعمل يعني activity معين. هلا هاي لها scale اللي هو مثلا احيانا انه والله on exertion بس بالdaily life activities ما بيصير في shortness of breath، واحيانا بيكون المريض لما يعمل الديلي اكتيفيتيز بيصير في شورتنس اوف بريث، احيانا المريض لما يكون قاعد بيكون في شورتنس اوف بريث. فذيس از ذا سكيل اللي موجود عندكم بكتاب ماكلاود غالبا حتكونوا اطلعتوا عليه بالانترودكتوري. مهم انه نحكي اذا المريض كنت بتحكي له عندك ضيقه بالنفس، فاذا حكى لك اه بتحكي له متى بتجيك الضيقه بالنفس، لما تكون عم تشتغل او تكوني عم تشتغلي شغل البيت، ولا لما تكوني مثلا عم تنتقلي من مثلا حوالين بالبيت تكوني عم تمشي مثلا بدك تروحي من الغرفه للحمام،
اذا بدك تنزلي او تطلعي درج، اذا على طلوع ارتفاع ما مثلا بيجيكي، اذا وانت قاعده بيجيكي. فمهم كتير انه نعرف الدسنيا اون اكزيرشن بتيجي باي مرحله. هذا الاشي طبعا بترافق مع الشست بين غالبا بيجي بعده، فانت عندك ضيقه بالنفس مثلا، اذا حكيت المريض عندك ضيقه بالنفس، عندك وجع بالصدر، اياهم ما بتبدا فيه، فما عندك اي مشكله، بس بدك تعرف تفرق بين كارديوفاسكولار او ريسبيراتوري ان اوريجين. هالاورثوبنيا اتس فيري 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 باثوجنومونيك، يعني كتير كتير مشهوره، بتيجي مع الهارت فيلير. شو هي الاورثوبنيا؟ الاورثوبنيا هو لما يكون في عندك شورتنس اوف بريث اون لاينج داون، هذه اللي هي لما تكون يعني سوباين، بيكون المريض لما يكون سوباين، لما يكون نايم على ظهره، بيكون في ريديستريبيوشن. هلا الهارت فيلير ان افكتيف بومبينج للبلد، فلذلك البلد ممكن يرجع بالبلمونري فاسكوليتشر، يصير في بلمونري كونجستشن، يعني البلد والفلويد ترجع على اللونجز. فلذلك لما الواحد يكون نايم بيصير في انكريز فينوس ريتيرن، فلذلك بيزيد الافكتيفيتي بتبين اكثر، وبصير في مور بلمونري كونجستشن، فالمريض بيكون بيضيق نفسه وبتتحسن. غالبا لما تسالوا انه بصير في عندك ضيق بالنفس لما تنام، يعني هاي غالبا هي مش هيك بنسأل عنها، لا بحيث كيف بنسأل عنها، لانه في كتير طلاب ما بعرف كيف يسألوا عنها. الأورثوبنيا غالبا بتكون عشان الريديستريبيوشن تبع الفلويد لللونجز والكونجستشن اللي بيصير في المريض، بتحسن لما يرجع ريكومبنت، يعني لما يقعد او لما يزيد، بدل ما يكون سوباين بيصير على زاويه بينام. هلا كيف الطريقه الصحيحه اللي اسال عنها بالأورثوبنيا؟ ما بحكي للمريض، هلا في ناس مثلا بيحكوا لك على كم مخده بتنام، بيجي المريض بيحكي لك على مخدتين بنام. هلا الطريقه الصح اللي تسال عنها، لانه في مرضى كتير في ناس بالعاده بيناموا على مخدتين، فهذا مش طريقه صحيحه نسال عن الأورثوبنيا. طريقه صحيحه عشان نسال عن الأورثوبنيا هي نسال المريض اول شيء عن البيز لاين، بالعاده من سنوات بالعاده انت معدل كم مخده بتنام؟ بيجي بيحكي لك المريض على مخدتين بنام، تيجي تحكي له بالفترة الأخيرة زاد عدد المخدات اللي صرت تنام عليها. This is how you detect the change in the number of pillows اللي المريض يعني اضطر انه يغيرها. تضطر انك زدت عدد المخدات كتير او صرت تنام وانت قاعد، مهم كتير هاي الاشياء نشوف we detect the change rather than انه بس هيك نسأل ميرلي عن الكويشن. نسأله بالاول ايش البيزلاين تبعه، على كم مخدة انت كنت بالعادة بتنام، بيحكي لك مثلا على مخدة واحدة، بحكي له بالفترة الأخيرة على كم مخدة صرت تنام، بصير يحكي لك والله صرت ما أعرف أنام إلا وأنا قاعد، أو ما أعرف أنام إلا وفي مخدتين ورا ظهري. This is very very suggestive of orthopnea. هلأ في كمان sign للheart failure has the same، يعني the same pathophysiology، إنه هذا redistribution. بس شو بصير للمريض؟ تيجي بتحكي للمريض بتصحى فجأة بالليل مقطوع نفسك، مش قادر تتنفس، بتقعد وبتستنى مثلا بتصير تكح، او ممكن تفتح الشبابيك، بتحس حالك ضايق نفس تفتح الشبابيك عشان تاخذ نفس. فهاي هي الطريقه اللي ممكن نسال عن البي ام ديز، بتصحى اكثر من مره بالليل، او بتصحى احيانا بالليل فجاه وضايق نفسك مش قادر تتنفس بالمره، بتصير تفتح الشبابيك عشان تتنفس او تاخذ هواء، او بصير قاعد او بتقعد على طرف السرير وبصير بدك تلقط نفسك، او ممكن تكح احيانا، او يطلع فيه مثلا بلغم لونه زهري او شيء زي هيك، هاي ساينز اوف هيموبتسيس يعني. فمهم كتير كيف نسأل عن البي ان ديز. فالبي ان ديز غالبا بتكون يعني كمان كاركترستيك للهارت فيلير فور ذا سيم باثوفيزيولوجي از اورثوبنيا. البالبيتيشن بتحكي للمريض بتوعى على نبض قلبك، او بتحس بنبض قلبك، بتحس انه مثلا في تسارع عندك بالنبض، او بتحس انه بتحس بنبض قلبك، بتوعى على نبض قلبك. هاي عده كمان طرق انه نسال عن البالبيتيشن. غالبا البالبيتيشن ممكن مثلا يصير مع ناس الثن، يعني اذا كنت شايف مريضك انه نحيف وصار يحكي لك والله انا بحس بنبض قلبي، احكي له من متى هذا الحكي؟ بحكي لك انا دائما لما انام على جنبي الشمال مثلا، او لما انام على واحد من جنابي، او لما انام على ظهري بحس بنبض قلبي. احكي له لاحظت في اي تغير زاد؟ يعني غالبا thin people they can feel their heart beat، بس مهم to detect any change. احكي له حسيت بالفترة الاخيرة في اي change، او بتحس انه مثلا نبض قلبك تسارع كتير، او بتحس انه على اقل اشي ممكن ان نبض قلبك يصير كتير سريع. هاي غالبا it indicates انه مثلا المريض ممكن يكون عنده anemia، يعني palpitation من احد signs symptoms للانيميا كمان. فمهم كمان نعرف اذا المريض بوع على نبض قلبه او بيحس بنبض قلبه،
ومثلاً كيف إحساسه بيكون سريع بيكون بطيء، بحس إنه نبض قلبه ببطأ بعدين بسرعة. أحياناً البالبيتيشن بيدلنا على الأيفب الأثريال فيبريليشن، فلذلك كتير مهم إنه نعرف إذا المريض بحس على نبض قلبه أو لا. intermittent claudication في إشي كتير كتير مهم بطريق السؤال intermittent claudication. هلأ كيف أسأل عن intermittent claudication اللي هي بسموها البطة الرجل لما تصير مثلاً تشد عليه، تسأله إنه بتصير بطة إجرك توجعك لما تمشي مسافات طويلة، تضطر مثلا تقعد بعدين لما ترجع تمشي المسافة بتصير المسافة كل شوية تقل، يعني مثلا أول شيء تمشي 10 متر بصير رجلك بطة رجلك توجعك، بعدين بتبطل تقدر تمشي 5 متر، بعدين بتبطل تقدر كل مرة المسافة بتقل بنفس الطريق. هاي هي intermittent claudication. ليش بتصير؟ من الإسكيميا، يعني إسكيميا للور لمب بصير المريض في عنده هاي intermittent claudication اللي هي زي contractions intermittent contractions بالgastrocnemius muscle اللي هي posterior compartment بالleg in general يعني. فبتكون هاي intermittent يعني لما المريض يوقف بتخف، بس لما يرجع يمشي ترجع كمان contractions بس بوقت أسرع، يعني بيكون المريض أول شيء على 10 متر، هذا طبعا relatively short بس عم بحكي كمثال 10 متر، بعدين بيوقف برتاح شوي، بعدين برجع بيمشي 5 متر يعني أقل أقل كل شوي، بعدين آخر شيء بيضطر يمشي كل متر تقريبا، عم بحكي رفلي يعني. فلذلك مهم نسأل عن intermittent claudication. بيجيك وجع ببطة إجرك لدرجة إنك أنت لازم توقف، بعدين كل فترة بتصير لازم توقف يعني مسافات أكتر، إنه مسافات أقصر كل يعني فترات أكتر بتضطر إنك أنت توقف عشان هذا الوجع، فهذا كتير إشي مهم. هلا intermittent claudication يقابلها كمان إشي أحيانا بصير مع المرضى اسمه restless leg syndrome، إنه هو مريضك بصير يحكي لك أنا ما برتاح إلا لما أنام وأدندل رجلي وأصير أحركها برا التخت. هاي كمان sign of ischemia restless leg syndrome، إنه المريض بحرك رجله برا التخت وما برتاح إلا وهو نايم زي هيك. الأنكل سويلينج واحد كمان من الساينز من الساينز للهارت فيلير، لأنه في زي تجمع يعني بالفلويد، الفلويد ما عم بيصير ما عم بيرجع الفينس ريتيرن زي العالم والناس لما المريض يكون واقف، فبتصير تحكي له إنه بيصير في تنفيخ بمنطقة الكعب عندك أو منطقة يعني هم بسموهم العقب، العقب العقب هو الكعب فعلياً، الكعب اللي احنا بنحكي عنه هو عقب، ومنطقه الكعبين اللي هو العظمتين الصغار اللي بيكونوا على الجانب اللي هم يعني الميديال واللاترال ماليولاي، فبتحكي له انه منطقه الكاحل بيصير في عندك تنفيخ بالرجل مثلا بعد فتره طويله من وانت بتكون قاعد، فهاي كمان واحدة من الساينز للهارت فيلير. واحيانا ممكن رجله تكون كلها متنفخه، فاحنا بنسال اجمالا في تنفيخ باجريك او لا، بتكون بعد مثلا الحركه بعد اخر اليوم بحس حاله انه رجليه منفخه في منطقه الكعب، ولا انه يعني رجليه دائما منفخه، هاي بيعطينا الاكستنت للهارت فيلير. فلذلك انا يعني حبيت احكي عن هاي الاشياء اللي هي الاشياء المهمه بالكارديوفاسكولار سيستم. هلا جست يعني pointing certain things again. إذن signs of heart failure غالبا شو بتكون عند مريضك؟ خلينا ناخذ بعض هلا يعني characteristics ل certain diseases. خلينا نحكي عن myocardial infarction بالأول بعدين نحكي عن heart failure. myocardial infarction زي ما حكينا occlusion ل certain coronary artery، بيعمل لي ischemia بالمصل بعدين ممكن يعمل لي death. كيف المريض بيجي على presentation؟ typical presentation بيجي المريض داي نفسه وعنده وجع بالصدر، ووجع بصدر هذا بضغط على صدره داي نفسه مش قادر انه يعني مش قادر حتى يتجاوب معك لما تاخذ منه الهيستوري. المريض عرقان، في يعني هذا من الاسوشيتد سيمتومز اللي هو السويتنج فيلينج اوف امبندنج ديث، المريض حاس حاله بده يموت، احيانا ممكن يحكي لك هالجمله حاس حالي رح اموت، وما في استجابه غالبا للناتروجليسرين. This is a very important thing to note انه الناتروجليسرين اللي هو السبلينجوال ناتروجليسرين في بالانجينا الستيبل انجينا اللي هي بس اسكيميا مش انفاركشن، بيكون في ريفرسيبيليتي بالاستخدام للناتروجليسرين، بينما لما يكون في مايوكارديال انفاركشن ذيز سيمبتومز دو نوت جيت ريفرس بالناتروجليسرين، وكمان بيكونوا مور سيفير ذان ذات. هلا بالنسبه للهارت فيلير غالبا هارت فيلير خاصه اذا كان يعني رايت سايدد بيكون المريض منفخ، يعني ايديه مثلا سوري رجليه منفخين، عنده ضيق نفس، عنده ارثوبنيا، عنده بي ان ديز لما تساله، فغالبا هذا بدلنا على الهارت فيلير.
هلا البالبيتيشن من احد الاشياء المهمه اللي نعرفها اللي هو موضوع ايش الموضوع اللي هو الايفب. كمان اللي بيجي مع البالبيتيشن مهم نسال عن الانيميا, عن ساينز اوف انيميا. مهم كمان نسال عن الثايرويد ديزيز اللي هو هايبر ثايرويديزم. الهايبر ثايرويديزم بيزيد الميتابوليك ريت, فلذلك ممكن يعني كمان بيزيد اللي هو الهارت ريت as you are familiar with. انترميتنت كلوديكيشن كمان بدلنا على انه في عندي بيريفرال اسكيميا. مهم كمان نحكي انه الديابيتيز من الامراض اللي بتعمل لي مايكروفاسكولار ديزيزز, فبتعمل لي مثلا الالسرز اللي هي الهاي ديابيتيك ألسرز بالفوت, وكمان بتعمل لي destruction في الفيسلز يعني بتعمل thickening بالفيسل وول, فلذلك بتعمل لي كمان signs of ischemia اللي منها كمان intermittent claudication. ف this is how I conclude الكارديوفاسكولار سيستم. نرجع نراجعهم بس سريعا بالعربي كيف بنسأل, كيف أنا ممكن أسأل مريض لما أدخل عليه يعطيك العافية. يعني suppose إنه أنا بدي أدخل على مريضي هلا وأسأل بس عن الكارديوفاسكولار سيستم, حكى لك الدكتور اسأل بالراوند على الكارديوفاسكولار سيستم, بتبلش يعطيك العافية أنا اسمي فلان الفلاني طالب طب سنة رابعة, لو سمحت أسألك بعض الأسئلة عن جهاز القلب الأوعية الدموية ممكن لو سمحت. ممكن أول شيء عندك وجع بالصدر, بحكي لك المريض تحكي له ممكن تأشر لي وين بالضبط, بنتقل لأماكن معينة, هل بيزيد بمثلا بيزيد بيزيد لما أنت تكون عم تبذل مجهود معين, هل بتحسن مثلا لما أنت تقعد, هل بتحسن مع حبوب اللي تحت اللسان. تيجي بتسأله بعدين عندك ضيقة بالنفس, هاي ضيقة بالنفس بتجيك لما أنت بتشتغل, بتجيك مثلا لما أنت تقوم بأعمالك اليومية, بتجيك لما تتحرك من غرفة لغرفة بالبيت, بتجيك لما تطلع الدرج, تحاول تؤسس يعني the severity. بعدين هل الأورثوبنيا كم بالعادي مخدة بتنام, بعدين تسأله هل تغير عدد المخدات بآخر فترة صار أعلى. بعدين الـ PNDs بتصحى بالليل أحيانا فجأة ضايق نفسك بدك تفتح الشبابيك عشان ندخل مثلا عندك هواء, أو بتقعد على جنب السرير عشان تقدر تتنفس, تحس حالك إنك ضايق نفسك, palpitation بتوع على نبض قلبك أو بتحس على نبض قلبك بيكون متسارع أو ما بيكون متسارع, هل هذا بالفترة الأخيرة أو لا, وطبعا you notice إذا البيشنت يعني نحيف أو ناصح, أو هل هذا البيزلاين تبعه أو صار فيه عليه تغيرات. تمسك claudication بصير عندك وجع بطة رجلك لما تمشي مسافات وبتضطر إنك تقعد أو تريح, وطول ما انت بتكون ماشي كل مره بتزيد عدد المرات اللي بدك انت توقف فيها او بزيد الوجع تبع بطه اجرك اكثر. والانكل سويلينج هل بيصير في عندك تنفيخ بالكاحل او بتحس انه الكاحل تبعك منفخ, متى بخلال اليوم, وهل بيزيد مع اليوم او لا. This is how I conclude the cardiovascular system. ان شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا, و as always if you have any questions I am more than happy to answer. ان شاء الله يا رب ان نكون غطينا الاشياء المهمه بالنسبه لكم. And always, if you have any questions, I am always available. Always, the messages of the page is always available for you. Best wishes, وإن شاء الله نراكم في الفيديو القادم. يعطيكم العافية.